لا تزال تداعيات العاصفة التي خلفها تسريب التسجيل الصوتي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تتواصل منذ أمس الأحد، وفي خضم الجدل الذي خلفته على الساحة السياسية في البلاد، أقر المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاد اليوم الاثنين بصحة التسريب قائلا إن الملف الصوتي لظريف كان سريا ونشره غير قانوني. بالتزامن مع هذا التصريح، كان ظريف الذي وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد يزور مكان مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا بغارات أمريكية في يناير من العام الماضي. وكان التسجيل المسرب للوزير الإيراني كشف مدى تحكم سليماني بمفاصل السياسة الخارجية للبلاد، كما شكى ظريف في المقابلة التي كان من المقرر نشرها بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية من تقزيم دوره في السياسة الخارجية قائلا: دوري كان صفر.